مرحبا. أعلنت وكالة الأنباء الصينية عن وصول عاصفة استوائية أسفرت عن مقتل 21 شخص و13 آخرين بعداد المفقودين، ودمرت 8300 مسكن، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة اللي أدت إلى تشكل سيول وغرق مباني وإقفال مطارات وتوقف حركة النقل البري. بالعودة لطقسنا، صيف حار ورطب جدا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة مرتفعة بكافة المناطق خاصة بفترة الظهر، الرطوبة عالية جدا على الساحل عم بتزيد الشعور بالحر، البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 29 درجة. اليوم طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بيتحول مساء إلى غائم مع بداية انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال، وغطيطة قوية على المرتفعات القريبة للساحل مع رياح قوية أحيانا. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 466 مليمتر، السنة الماضية 605 والمعدل العام السنوي 815. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي راح تسجل الليلة على الساحل 28، على المرتفعات 25، بالبقاع 17 والأرز 14 درجة. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي راح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية مثل بينو 32 درجة، طرابلس 35، الأرز 25، أرطبة 27، فقرة 26 درجة، برمينة 32، زحلة 37، بيت الدين 31 درجة، رشية 36، والنبطية 31 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقسنا اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار الأربعاء بتتراوح بين 28 و35 درجة، الخميس بين 26 و33، والجمعة بين 26 و32 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. أبو ظبي بين 32 و42 درجة، بغداد بين 29 و44، الجزائر بين 20 و28 درجة، وروما بين 19 و32. وهون منكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.